هو شن فيه بالضبط؟ لو في حد منكم عارف يعني حاجه يجاوبني. يا سيدك من سيد من يومين ثلاثه درنا فيديو على موضوع يعني شنو الليبيين يحكوا انه خلاص ما عادش نبوا نمشوا لتونس ولا عاد نبوا نمشوا مصر وخلاص كلنا نبوا نمشوا الجزائر. وطبعا هذه حاجه تصير يعني دوريه في صفحات يعني والسوشيال ميديا في ليبيا اللي ما هوش عارف يعني ان ديما في وهم يعني في صفحات يبيعها في الوهم وان غادي الحياه حلوه فالناس يبدو شنو يبدو يحكوا في نفس الموضوع. الفكره هذه كلها كانت مبنيه على شنو ان الحدود الجزائريه انفتحت لكن هم ما مش عارفين او الاغلبيه مش عارفين ان الحدود الليبيه الجزائريه مش مفتوحه هي الحدود التونسيه الجزائريه هي اللي مفتوحه فمعناها الليبي اللي بيمشي بسيارته ضروري اساسا يخش تونس ومن تونس يمشي للجزائر. المهم نزلنا الفيديو وضحكنا ولعبنا والجو كان سمح. تاني يوم الحياة حلوة وما كانش في أي حاجة. تالت يوم كان جمعة وأنا جمعة نشتغل في الصبح فنلقى كمية رسائل يعني بالهيلة وبالكيلة وأنا طبعا يوميا يجني رسائل لكن 10 20 15 في هالقيس لكن أنا لقيت كمية غير معرفة من الرسائل وكلهم جزائريين. فطبعا واضح حكي إن الفيديو انتشر شنو في الدوائر الجزائرية على الفيسبوك. حلو الكلام. نفتح أول رسالة سب وشتيمة. ليش؟ تاني رسالة تهديد ووعيد، هذا بيدز لي وحدين هنا بيضربوني في السويد بيجون. الثالث والرابع والخامس والعاشر وكلهم بنفس الصوت هذاك. احذر قبل ان تتكلم على الجزائر، الجزائر بقوة رجالها ونضال ابطالها وتاريخ نضالها. شن فيه بالضبط؟ كمية حزق يقول المصرية، يعني في كمية عصركي وتشنج مش مفهومة. يعني درنا الفيديو قلنا البلاد السمحة جزائر حلوة جميلة وش ناس كانوا طيبين لكن البلاد مش بلاد سياحة. لا يا ولد السحلب، نحن بلاد سياحة غصبا عنك وعن جدار جد وشتيمة هيك يعني بدون شنو قلة الأدب اللي انتم فيها. حسن الحاجة في واحد لقيته شتمني شتيمة قوية هيك في يوم الجمعة في الصبح فقلت له يا راجل يوم جمعة يا راجل بدل ما تمشي تتوضى وكذا. المهم قعد معصي شوية بعدين رخى روحه شوية وقعد يقول لي انتم بلاد رجال ونحن رجال فسبيته جدار هلا من يوم ما طلعوا ودرت له بلوك. يا راجل حتى التعليقات وصلت فوق من 10000 تعليق يعني نحن لو 10 ادمن كل ادمن بيقعد عليه 1000 تعليق كيف فخلاص اللي بيكتب خلاص الموضوع طلع من يدي. وفي كومنت جاني صداع من كثرة الوهم اقسم بحاجة غريبة يعني كاتب شنو ليبيو كتب نحن لا نذهب إلى الجزائر من أجل السياحة نحن نذهب لكي نعرف الرجال ونتعرف على الرجال. خشيت على صورته طبعا اللي بنعرف أنا الشخصية هذه شنو لقيتها شنو لقيتها نطفة يعني هو نطفة يعني ما طقش علقة يعني مازال في مرحلة النطفة. طب يا راجل عيال صغار ضربهم الوهم حتى هم وعدوا وهميين هيك يعني مش عارف ايه. وبعدين الديسكت بتاع ارض الرجال وكذا هذه اللي بين حتى ما يديروا فيها يعني مو كل البلاد فيها رجاله وكل البلاد فيها عيال وكل البلاد فيها حمير وكل البلاد في ضفادع يعني في كل البلاد. والتعليقات ما فينيش جزائريين وليبيين بس انا لقيت من المغرب ومن تونس ولسان حاله مكه يعني متشمتين جايين هيك ويتعاركوا يديروا في مشاكل يعني جهويه عندي جوا في الصفحه. واكثر حاجه انا مش فاهمها شن دخل عمر المختار وشن دخل معمر في القصه يعني مش يكتبوا في اي حاجه هيك في نيابك اللي هيك الله يرحمه يعني حاجه ما لهاش اي داعي وما لهاش علاقه بموضوعنا نحن. وطبعا التخوين قاعد يعني انت كم عطينك تونس؟ انا تونس قلت لهم عطوني فركسيه واحد فركسيه وكبصون ودبوزة ما يعني شن بيعطوني بيفسترنا شويه. تعال نحكوا جديات. هو ما فيش حد مبدئيا هيك يحب ان اي حد يحكي على بلاده خاصة لو كان الشخص هذا أساسا مش من بلاده يعني شخص غريب. فأنت لو تبي تحكي على بلادي خاصة لو كنت غريب أنت معناه تبي تطبل طبل لي وأنا وحنجي حنعطيك لايكات وحنعطيك شيرات ونقول لك شوف ما يمكن يحكوا علينا. لكن يعني ليش؟ ما هو أكيد بلادك هذه ما فيهاش كل حاجة سمحة يعني ما فيهاش كل حاجة بيرفكت ما فيهاش كل حاجة كاملة يعني أنت ماكش سنغافورة. نحن كلنا هنا جنب بعضنا كي في شمال افريقيا عايشين في الثقب الاسود يعني في مؤخره الكوكب فما حد يزيد على الثاني وما حد يزيط على الاخر يعني كلنا نحن في الهواء سوا. البلاد هذه ممكن حالتها الماديه احسن شويه، البلاد هذه التعليم فيها احسن، الاخره الصحه فيها افضل، الاخره السياحه فيها احسن، ما فيش واحد مالك كل حاجه. فبدل ما نحن نتعاون ونتفق ونديروا خليط جميل كي لا قاعدين يعني نشوف انت الجيل الكم اللي قاعدين مازالوا يتعاركوا يعني في الكومنتات شنو يعني شنو السطحيه والغباء هذا. بقت الدرجه ان كل واحد يبي يحط من قدر الشعب الاخر او الدولة الأخرى بيحط من قدرهم عشان بس يحس روحه انه هو احسن منهم بشوي. وهذا ما هو معروف بالمعارك الآمنة. انت عندك معارك اي مواطن يعني في شمال افريقيا بالذات عنده معارك يومية مع لقمة العيش، هو يدور في البنزينة، هو يدور في الغاز، انقطاع الكهرباء، مشاكل عنده سياسية ومشاكل اساسا عنده حتى في دينه مرات. وفي اغلب الدول هذين اساسا المواطن مش قادر يطلع صوته ومش قادر يحكي حتى رايه، لكن بيطلع دين الناس الأخرى.
انا المعركه هذه صعبه عليا ما نقدرش، فاني بنفش غلي في اي حاجه، فما حد يحكي علينا وما حد لا انتم عندكم مش ما انتم مش كيفنا، احنا احسن منكم. فخلوا اللي بيقول رايه يقول رايه، وديروا زي في ناس مثلا واجده تم يدزوا في صور يقولوا لي شوف البلاد سمحه. انا لو ندز لك صور ليبيا انت حتشوفها حتقول هذه سان مارينو، حتجيها حتلقاها زمبارينو. ما تاخذوش الموضوع على صدرك موجود، اوكي بلاد سمحه جميله بس ما فيها سياحه، ماشي بلاد سياحه مش معروفه بالسياحه، ممكن تتطور بعدين وتبدا بلاد سياحيه، لكن تو حاليا ما فيها شيء. وبعدين موضوع متاع هناك سياحة التي تريدونها ليست هنا، فنحن يعني شنو نحن ماشيين المدينة المنورة مثلا للناس اللي ما هيش عارفة يعني، وهذا شيء يعني ما اعتقدش انه هو سر، لكن يعني الجزائر يعني فيها بارات وفيها نايت كلابس وفيها ديسك وفيها جو سمح، منها نيبتون كلاب في العاصمة وباشا وهاوس مش عارف شنو، يعني فيها كم يعني واحد والحياة حلوة غادي وتسك تسك يعني، عليش يعني عليش جو بتاع انك حتمشي غادي حتلقى مثلا الصحابة ماشيين يعني ما فيش كلام هذا. ليش؟ لان كل البلاد فيها الزين وفيها الشين، فيها ناس كويسة وفيها ناس محترمة، فيها ناس جبانة وفيها ناس شجاعة، فيها ناس قوية وفيها ناس ضعيفة، فيها ناس غنية وفيها ناس فقيرة. وصح كل شعب هيك لما تجمعهم يتميزوا بميزة مثلا، إيه هذا الشعب هذا عصبي، الشعب هذا دمه خفيف، الشعب هذا مثلا قرقاض وهكذا. لكن في نفس الوقت كأفراد في اللي حتحبه وفي اللي تكره، مش حتمشي لبلاد حتحب الناس كلها. فهمنا يا بكر انا قلت رايي ورايي الخاص، لا اعتقد ان يعني رايي هذا اسال حد. لما نقول مثلا انا اني شايف ان تركيا سياحه فيها احسن ابواج من جميع الدول العربيه يعني، ومصر طبعا مصر فيها نكهه اكثر من اي حاجه، وحنديروا فيديو بعدين حنناقش فيه السياحه بين مصر وتونس ومصر وتركيا يعني حسب وجهه نظري انا. طبعا مش حنقول الجزائر لان الجزائر ما فيها السياحه، وحنحكي عليه احسن مدن انا مشيت لهم في الدول هذين اللي هي اعز مدن لقلبي اللي هي الحمامات في تونس واسكندرية في مصر والألانيا أو أنطاليا في تركيا. تابعونا يا أخوتي وريت تحولوا الزعل والجو وخلونا نحكوا نهدر زخرة. أنا والله يعني شتمت واجد في الأيام اللي فاتت نادينا، سبيت واجد بك اللي سبت تلقاني كتب له جريدة هيك وندير له في بلوك خلاص يعني. فمنورين وشكرا على حسن استماعكم، يا ريت تكتبوا حتى هيك وتعاركوا معي أخرى في الفيديو هذا خلاص يعني. سلام.